كرم أهل البصرة ومشايخهم وشيوخ قبائلهم وكلهم بشكل عام مع كل ضيوفهم إن كان في خليجي 25 أو غيره ما لا نهاية. شفت هذا الفيديو الرائع والأكثر من رائع لمشايخ من البصرة يقومون بواجب الوفد العماني ويستاهلون هالعمان التكريم والاحترام عيال العم الله يحفظهم يا رب العالمين. وكذلك البصراوية والعراقيين ما قصروا ما شاء الله تبارك الله السفرة من وين لوين، الذباح الخير الكرم العراقي المعروف والمشهور. لكن بكل أسف أنا ما عرفت مين اللي في الفيديو، حاولت أني أبحث ما لقيت، لكن أنا متأكد أن بعضكم راح يكتب لي في التعليقات في الأسفل في أسفل الفيديو إذا أنكم تعرفون مين هالأكارم اللي قاموا بهذه العزيمة وعزمة والوفد العماني اللي يستاهل كل خير. عز يا عمان، عز يا العراق، عز يا الخليج، وعز لكل الناس يا رب العالمين. لا تنسوني من اللايك والفولو، ومثل ما أقول دائما كل ما قلنا انبهرنا بما فيه الكفاية من الكرم العراقي تطلع لنا فيديو فيديوهات جديدة، وكل ما تطلع فيديوهات جديدة راح أطلع لكم وافتخر وأقول عز يمال العز وفخر يمال الفخر.